هاد الايام كما كان الاجواء الروحانيه وجاو الناس كيصليو عندنا بنا الجامع ما رحت اللي بغينا ناكل مجموعه رحمه الله كتنزل والوباء راه مشى والحمد لله نتمنى الدنيا ترجع مع حسن المهدي فرحانين لان رجعت فينا الروح بان فاش كانوا المساجد تحلات كانوا يمشيو للجامع كنعمرهم كندوا معنا الابناء ديالنا كيصليو معنا والاجواء الروحانيه كترجع وديك الناس العائلات كيتجمعوا المهم كتولي رمضان ولا حاجه اخرى العام الناس اللي كيمشيو على شي وهذاك الشيء تصاوب والحمد لله شي بفضل الله الحمد لله ملي تفتحات الابواب ديال المساجد في شهر رمضان الكريم المبارك الحمد لله تنشوفوا اجواء زوينه هنايا تبارك الله وصلنا على النبي كاينين الوليدات الصغار والناس الكبار حتى هما وحنا كاملين فرحانين بهذا الشهر المبارك اللي كنا تحرمنا منه هذه تقريبا واحد 3 سنوات والحمد لله الاجواء كما تشوفوا هنايا راه اجواء جد رائعه وكاينين الوليدات الصغار حتى هما فرحانين والناس الكبار وهذا يوم كبير عند الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك والله يداوموا علينا ويداوموا على جميع المسلمين اجمعين وتحيه لجميع المسلمين في هذا الشهر المبارك الكريم الحمد لله ما كاينش ازدحام بزاف واني الحمد لله الاجواء جد رائعه الاجواء زوينه بزاف جينا للجامع كنشوفوا الناس بحال هكا مش شحال هذه مشينا الناس مجموعين وكنصليو انصوم خويا الصراحه انا بعدا داكشي عجبني سبور سا جيت اليوم وفرحانين بزاف انهم عاودوا حلوا لنا الاجواء بحال هكا